second part من البريد اللي يقول بورس بورس هو الميدل بورشن تمام تسمى البورس لأنه هو مثل عامل مثل البريدج بين الرايت سايد من السيربيلم والرفت والليفت سايد اللي هي الميدل سيربيلم تانك كمان شوية رح نحكي عنهم هذول هم رح يعملوا ايش هذول الفايبر البورتور سيربيلم فايبر اللي هي رح تعمل الميدل سيربيلم تانك فاسمه بورس معناها البريدج بين الرايت سايد السيربيلم والليفت سايد السيربيلم تمام هو الميدل بورشن تمام أضاف الميدل موجود في الانتيريور سيرفيس في عندنا في الوسط هذا هو البيزل السيركس هنا زي سيركس هون مش ديب زي هون بس هو في عندنا زي سيركس البيزل السيركس لانه بمر منه البيزل الارتر نحكي عنه في البلس اللاين في ارتر بيطلع من هون شوف هالفكره الارتر بيجتمعوا مع بعض بيعملوا بيزل البيزل لهذا السيركس البيزل السيركس تمام في عندنا الفايبرز هاي اللي راح باتجاه ايش؟ اتجاه السيربيلر اللي عامله الميدل سيربيلر بدنكن اللي بتربط السيربيلر مع البونز هذه ايش الفايبر شو بنسميها؟ بوندو سيربيلر فايبر او الترانسفيرس كونتاين فايبر تمام اللي هي بتعمل ايش الميدل سيربيلر ودنكن واضح طيب على الانتيريور سيرفيس ايش في عندنا كمان طبعا طبعا هون عشان نشوف الصوره طب ايش هالصوره هذا صدق عشان هذول الميدل سيربيلر هذه الميدل سيربيلر ودنكن اذا الميدل سيربيلر ودنكن اللي هي ايش هذا الفايبر بوندو سيربيلر فايبر واضح طيب نشوف الاتاتشمنت للنيرف مثل ما تحكين البورس بيعطي اتاتشمنت لفور كرانيال نيرف اول واحد اللي هو رقم ايش؟ اللي تراجي من النيرف اللي هو كرانيال نيرف رقم 5 تمام؟ له تو شايفين له تو روتس تمام؟ بس هذا بيطلع من من الفنترولاترال اسبيت او الفنترولاترال سيرفيس طبعا هذا الرايت وهذا الليفت ليش؟ للبورس اذا اول نيرف هو تراجي من النيرف كرانيال نيرف رقم 5 تمام في عندنا هون على الباوندري على المارجن على الـ على السلكس ما بين البونز والميدل والميدل في عندنا ايش مجموعه من النيرف اول واحد طبعا هذا رايت سايد والليفت سايد اول واحد هو الابدوسنس او الابدوسنت نيرف اللي هو رقم 6 الابدوسنت نيرف اللي بغطي اللاترال ريكتس مصر اللي بخلينا نحرك اليوم بهذا الاتجاه يعني نعمل ابدكشن بين الرايت اتجاه هذا وهذا الاتجاه الليفت هي سايد للاوربت تمام اذا هو هذا ايش الابدوسنس او الابدوسنت نيرف تمام تقريبا بيجي بين الهند اباف البيراميد بين البونز والبيراميد تمام في عندنا هون تو نيرفز موجود اللي هم ايش 7 و8 اللي هم ايش الفيشن نيرف اللي تو بينهم وفي عندنا ايش المستبيلو كوكليار نيرف واضح تمام هذول ايش إذا عندنا الانتراجيمنال عندنا الابدوسن وعندنا الاستبيلوكوكيا مع ايش؟ مع الفيشل مع الاستبيلوكوكيا هلا هاي الريجن اللي هون شايفينها هاي الانجل الموجوده هون بتيجي بين البونز والسيربيلوم هذه بنسميها السيربيلوبونتاين انجل لكن هون ايوه هذا السيربيلوبونتاين انجل الريجن المنطقه هذه كورنر هذه السيربيلوبونتاين انجل الاستراكشر الموجوده فيها مثل ما احنا شايفين ايش هو؟ فيشل استبيلو كوكليار نيرف في عندنا جزء هذا من السيربيلوم بنسميه البلوكيلاس تمام؟ وفي عندنا ريسس تبع اللاترال فينتيكل الريسس تاع اللاترال بنشوف هون هذا ريسس هذا الريسس تاع الفورث فينتيكل اللاترال ريسس تاع الفورث فينتيكل هو الاكستنشن تاع الفورث فينتيكل موجود بهذه المنطقه مع الكورادو ريسس هاي اللي موجود فيه هاي شايفينه هون تمام؟ اذا هذه الانجل اللي هون شو بنسميها؟ سيربيلو فونتاين انجل شو بتحتوي؟ فاشا سيستبيلو كوكليار نير بريكيلوس برضو ايش؟ الريسس تاع الفورد فينتيكل تمام؟ المرة الثانية هذول النيرف من الميدلا شفنا الهايبوغلوسال وفي عندنا 9 و10 و11 اللي هم حكينا الجلوسال ترينجيال والبيكس والاكسسوارز تمام؟ من البورس في عندنا ايش؟ تراجيمينال بين الابدوسن في عندنا هذول التونيرز 87 هم ايش؟ فيشل وستيبيلوكوكيا طيب
يجي هلا طلع السبير سيرفس، السبير سيرفس الفولز شو راح يعمل؟ وهذا احنا طلع من الخلف ونطلع داخل ايش؟ داخل الفورت فنتركل. تمام؟ البونز راح يعمل ايش؟ شو بيعمل البونز؟ الابر بارت الابر بارت للفورت فنتركل، الابر بارت للفلور للفورت فنتركل. في عندنا سلكس طبعا هذا ايش؟ هذا الفورت فنتركل. احنا اللور بارت اللي مش حكينا عنه ايش معمول من ايش؟ من الاوبن ميدلا. الابر بارت من الميدلا سميناه اوبن ميدلا لانه ايش؟ بيعمل اللور بارت من الفورت فنتركل. الابر بارت من الفورت فنتركل معمول عن طريق الايش؟ البونز. في عندنا فيشر هون في الوسط، هذا شو بنسميه الفيشر؟ بوستيريور ميديان فيشر او ميديان سلكس. تمام؟ بجانبه في عندنا هذه الاليفيشنز. تمام؟ هذا بنسميها ايش؟ الميديال ايمينانس. تمام؟ بنهايته في بلج، يعني هذا زي كولوم هون وبنهايته في زي بلج اللي هو شو بنسميه؟ فاشيال كوليكيولس. تمام؟ السلكس هذا اللي جنبهم سلكس ليميتانس. تمام؟ هذه الاريا اللي هون هي كونتينيوس مع الاريا الموجوده في المدبر، كلياتها تحتوي على الفيستيبولار ميكوليال. هاي المنطقه كلياتها بنسميها الفيستيبولار اريا، يعني اريا باي مع بالاضافه هذا الجزء من المدبر، كلياتها تحتوي على الميكوليال. فيستيبولار ميكوليال عشان هيك بنسميهم الفيستيبولار اريا. واضح؟ تمام؟ طيب اذا هذا البونز شايفين هو اللي بيعمل الفلور للابر بارت وفيرت فيرتيكال. اللور بارت عن طريق الميدبر. طيب نيجي على الانترنال فيتشر. على الانترنال ستراكشر للبونز. هلا البونز مقسم لتو بارت. الانفيريور بارت شو بنسميه؟ بنسميه البازلر بارت. تمام؟ الانفيريور بارت بنسميه البازلر بارت. تمام؟ والمستيريور بارت شو بنسميه؟ تيجمنتم. تمام؟ إذا عندنا تيجمنتم البازلر بارت اللي هو الانفيريور بارت، والتيجمنتم اللي هو ايش؟ المستيريور بارت. هلا هذول في عندنا مجموعة من النيوكلياي هون مع فايبر بتروح بشكل هوريزونتالي، هذول شو بنسميهم؟ الترابيزويد بودي. تمام؟ إذا مرة ثانية البونز انتيريور بارت بنسميه البازلر. تمام؟ وبستيريور بارت شو بنسميه؟ تيجمنتم. يفصل بيناتهم مجموعة من الفايبر والنيوكلياي اللي من هون، الفايبر راح في هذا الاتجاه، شو بنسميهم؟ ترابيزويد بادي. واضح؟ تمام؟ طيب هلا احنا بالعاده بندرس احنا البونز على تو ليفلز، واحدة على الكودال بار، واحدة على الروستر الابر بار. طيب خلينا نشوف الليفل الكودال بار، ناخذ سكشن على اللور بار من ايش؟ من البونز. طيب إذا أخذنا سكشن على اللور بارت راح نشوف. خلينا نحكي بالأول عن الجزء الأمامي اللي شو سميناه؟ البيزلر بارت. تمام؟ في الوسط هذا الفايبر سكتر فايبر نازلة داخل البيزلر بارت، شو اسمها هذه؟ إيش اسمها؟ كورتيكو سباينال تراك. كورتيكو سباينال تراك قبل ما تعمل البيراميدز حكينا من هنا من أعلى وهي نازلة من البونز تنزل هذا سكاترد فايبر داخل البونز. طيب تمام؟ إذا إيش هذا الفايبر اللي نازل؟ كورتيكو سباينال تراك. الكورتيكو سباينال مع الكورتيكو بالبر أو الكورتيكو نيوكليار نازل على البرين ستيم. تمام؟ طيب إذا هذا أول إشي، هذول هم إيش؟ الكورتيكو سباينال والكورتيكو نيوكليار أو الكورتيكو بالبر فايبر. تمام؟ طيب داخل البيز، إذا هذا أول جزء بالبيز اللي ما عرفناه الكورتيكو سباينال. تمام؟ في عندنا كمان مجموعة من النيوكلياي، هاي الدق اللون الأسود، هذا شو بنسميها النيوكلياي؟ فولتايل نيوكلياي. شو اسمها؟ فولتايل نيوكلياي. نرجع للمحاضرات الجديدة. تمام؟ احنا حكينا انه شو الستو ستراكشر، صرنا حكينا 20 مرة الستراكشر اللي انفولد بالبلاند بلاند موفمنت، بيزل جانجليا والسيربيلوم. تمام؟ بيزل دانجليا والسيربيلوم، لذلك عشان هيك الموتور كورتكس اللي كونكشن مع البيزل دانجليا. تمام؟ واللي كونكشن مع ايش؟ مع السيربيلوم. مع السيربيلوم. الفايبرز كيف راح يصير كونكشن بين الموتور كورتكس والسيربيلوم؟ تمام؟ عن طريق هاي البولتاين نيوكليار. تمام؟
هذا الميتال كورتكس راح يبعث فايبر نسميها كورت كوبل فايبر على هذه النيوكلياي الموجودة في الفيزن البارت للبونز، تمام؟ ومن هذه النيوكلياي البولتايل نيوكلياي راح ترسل فايبر نسميها ايش؟ كورت بونتو سيريبيلر فايبر. بونتو سيريبيلر فايبر كمان كروس تو على ايش؟ على الكونترالاترال سايد من السيريبيلر، تمام؟ هلا السيريبيلر راح يصير الموتور بلان وتعمل اذا في ايرور بتعمل صحح هذا الايرور بالموتور بلان، وراح ترجع على الموتور كورتكس. كيف ترجع على الموتور كورتكس؟ راح ترجع اول شيء على الثلمس، ومن الثلمس الكورتكس. الفايبر لما رجعت من السيريبيلر على الـ على الـ على الكورتكس رجعت على نفس السايد، عملت كروس مره ثانيه، تمام؟ ورجعت على الموتور كورتكس. هذا الفايبر اللي هون اذا هاي ايش؟ شو الفانكشنز تاعت ايش؟ طبعا هذول الكورتكس بعدين شو الفانكشن تاعت البولتاين النيوكلياي؟ يعمل كونكشن، تمام؟ هي بارت من ايش؟ من الكورتكس وبارت من السيريبيلر بات وي. واضح؟ تمام؟ احنا هون بنحكي عن الستركتشرز الموجوده في البيزلر بارت. اول ستركتشر حكينا عنهم ايش؟ الكورتكس سباينال اللي زي اللي نعلم حكينا عنهم امبارح، الكورتكس سباينال. اللي لما ينزلوا على 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 المظله راح يعملوا ايش؟ البيراميد، صح؟ هذول هم الكورتكس سباينال، تمام؟ غير الكورتكس سباينال الفايبر النازله من خلال البيزلر بارت في عندنا نيوكليا هيك الدوت الاسود. هذول ريبريزنت ايش بنسميهم؟ كونتاين نيوكلياي. كونتاين نيوكلياي بارت من اي باتوي؟ كورتيكو بونتو سيربيلر باتوي. حكينا الموتور كورتكس من الاساس في له كونكشن مع شو اسمه؟ مع السيربيلر. السيربيلر ضروريه للايش؟ للكوردينيشن للموفمنت، ضروريه للبالانس والبوست، تمام؟ عن طريق اي باتوي؟ كورتيكو بونتو سيربيلر باتوي. الفايبر راح تنزل من الكورتكس من الموتور كورتكس على البولتاين نيوكلياي تعمل كروس عشان تصل لوين؟ للسيربيلر، تمام؟ السيربيلر هلا لما يصير عندنا هون تغيير على الموتور بلان ولا في ايرور بصير عندنا تسخين هذا الايرور بترجع البلانز او السيجنال وين؟ على الموتور كورتكس، صح؟ ومن الموتور كورتكس شو راح يصير؟ هلا صارت الموتور بلان جاهزه، صار عندنا اكسكيوشن الموفمنت، صح؟ على البرايمري موتور اريا، على البرايمري موتور اريا راح تبعث سيجنال عن طريق ايش؟ الديسندنج تراكت. اشي الديسندنج تراكت؟ الكورتيكو كورتكس سباينال او الكورتيكو بلبر، تمام؟ واضح؟ طيب طيب هون تحكينا احنا السيربيلر، اي شيء في السيربيلر؟ الفايبر هون شايفين عندي كروس، يعني الموجوده على الرايت رح تروح تبعث على الليفت سايد من الهيمسفير، موجودة على الليفت رح تبعث على الرايت سايد من الهيمسفير، تمام؟ واضح؟ طيب السيربيلر هون لما نجي نحكي عن السيربيلر بيعمل كوردينيشن للموفمنت على اي سايد؟ ابسيلاترال ولا كونترالاترال؟ ابسيلاترال. ايش؟ احنا امبارح حكينا. هو بده يرد يرجع يعمل كروسنج مره ثانيه. بس يقول يعمل كروسنج. طبعا ابسيلاترال ولا كونترالاترال؟ ابسيلاترال. ابسيلاترال يعني هذا السايد. طبعا لان الموتور سيجنال صح هو ريسيف من هذا السيجنال من الرايت سايد، الليفت سايد ريسيف من الرايت سايد. بس لما رجع نعم الليفت سايد هون ريسيف من الرايت سايد ورجعها على الرايت سايد، تمام؟ بس السيجنال لما تنزل ترجع تنزل من هون من الميتال كورتكس راح تنزل عن طريق الكورتكس سباينال البيراميدز راح يصير كروسنج ايش؟ هذا الرايت سايد فرجع ايش؟ تحكم باي مصد؟ الليفت سايد من البدي. اذا الليفت كل هيمسفير دائما تذكروها كل هيمسفير سيربيلر هيمسفير كنترول الموفمنت على الابسيلاترال سايد، تمام؟ وبالبيزل كريتيريا كنترول اكثر ولا ابسي؟ كل سيريبرال في كونكشن بس كونكشن مش في عندنا مع السيريبلم في كونكشن مع البيزل جاجيليا موجود هون هاي البيزل جاجيليا لا كونترول اكثر لانه الكونكشن يكون على نفس السايد يعني تنزل السيجنال على البيزل جاجيليا وبترجع على نفس السايد ترجع هذا بيبعث سيجنال اذا البيزل جاجيليا على الكونترول اكثر سايد والسيريبلم كنترول اكثر سايد نفس الشيء بالديزيزز كنا نحكي عنهم كوريا والكذا وكذا فهي دائما لازم تعرفوهم مثل باركنسون كوريا كذا كذا هاي الديزيز مانيفستيشن وين بظهر على البيشن؟ كنترول حكيت لك واحد مع ليجنز مثلا بالكوربس تريتم على الرايت سايد لازم نتوقع هاي الكوريا او البريزنس او في كورت ويت كورت على الليفت على الليفت سايد تمام؟
واضح هون؟ إذا البيزا الجانجلية الموتور كورتكس كنترول الأوبوزيت سايد، البيزا الجانجلية كنترول الأوبوزيت سايد. السيربيلم لما نيجي نحكي عن السيربيلم، أي بيجي من السيربيلم واحد من الهيمسفير تظهر السيمبتومز وين؟ على نفس السايد للبيشن. واضح؟ تمام؟ طيب إذا عرفنا حكيت كل هذا عشان تكشف كل ما النيوكلياي وشيل بونت وسيربيلر فايبر. طبعا هذا البونت وسيربيلر فايبر اللي هي هذا الفايبر اللي احنا نشوفه هون، هاي الفايبر راح تتجهز اللي عامل ايش الميديال سيربيلر بلانكت. واضح؟ تمام. اذا هذا البيزل بارت في كورت فاينل كورت نيوكلياي عن في بولتاين نيوكلياي والكورت من الكورتكس للبولتاين نيوكلياي بعدين من البولتاين نيوكلياي بتروح على السيربيلم. تمام. وبيجي هلا على الفيجمنتا من الستركتر راح نشوفها من نيوكلياي اللي هي نيوكلياي الموجودة عند الفورت بنتريكل. طبعا صالح كل فورت بنتريكل هذا نيوكلياي شو نسميها؟ أبدوسينز نيوكلياي نيوكلياي ترك الأبدوسين أو الأبدوسين نير. تمام؟ هذه النيوكلياي اللي هون أبدوسينز هي اللي راح تعمل ايش؟ راح تعمل هذا الكرب. تمام؟ اللي هو يشرب من هنا ميديا ليمنس. هذا الكولوم ميديا ليمنس نهاية الميديا ليمنس من الأسفل فيها زي بلج. كيف تكونت هذا البلج؟ خلينا نشوف كيف تكونت البلج. إذن هذا الميديا ليمنس تكونت على طريق النيوكليس السادس تبعت إيش؟ تبعت الأبدوسنس أو تبعت الأبدوسنس نير. هلا البلج اللي من تحت كيف تكونت؟ لأنه في عنا نيوكليس ثاني موجودة في الـ في الـ في البونز اللي هي تاعت إيش؟ تحت الفيشن نير. الموتور نيوكليس تحت الفيشن نير المسؤولة عن الانرفيشن للايش للمصل فيشن انفكشن. شايفين الفايبر من الفيشن من هذا النيوكليس ما تطلع مباشرة بهذا الشكل، تروح تلف حول الابدوسن بعدين تطلع الفيشن نير. عشان هيك هذا الفايبر هي بتلف عملت البلج الموجودة من تحت. واضح؟ تمام؟ إذا هون النيوكلياي المهمة اللي كانت موجودة طبعا هذا الفورت فينتريكل على هذا الليفل بنشوف هذول التو نيوكلياي اللي هم ابدوسنز هذا الاكتراب الابدوسنت نير اللي بيغطي الناتر بيكتس اللي بتعمل ابدكشن من الاي. تمام. وفي عندنا ايش الفاشيا موتور نيوكليس مع الفايبر تاعتها كيف بنشوف كيف بتلف حول الابدوسنت نيوكليس وتطلع وتعطي الفاشيا. واضح؟ ايش الستركتشر موجود هون احنا كمان؟ طبعاً هول الفايبر هذول شايفينهم هذول الفايبر اللي تفصل بين الترابيزويد طبعاً هذا الأبدوسنس هذا الفيشن طبعاً في أدر تراك نار ونازلة. تمام. في عندنا الفايبر النيوكلياي هاي الموجودة هون هذا النيوكلياي بنسميه اللي سميناه الترابيزويد بادي. الترابيزويد بادي مع الترابيزويد النيوكلياي هم فايب هم بار اللي هم ريسيف انفورميشن بارت من الهيرنج باثوي. يعني الفايبر هذا من الأمام يسيب اللي هو من الكوكليا النيوكلياي موجود على السايت. تمام. يسيب هيري انفورميشن راح تصل للكوكليا النيوكلياي ومن الكوكليا النيوكلياي راح تعمل الترانسفيرز رانينج فايبر هاي اللي تمشي هيك بهذا الاتجاه وراح تصل لايش؟ للترابيزود النيوكلياي. بعدين هيري انفورميشن راح تطلع شيء بسموه الانفيريور كوريكولاس الميدبرين ومن هناك على الثالاموس ومن الثالاموس راح تروح على الكورتكس. اذا هذا الترابيزود انا اللي بدي تفهموه الترابيزويد بادي والترابيزويد النيوكلياي هي عبارة عن ايش بارت من ايش من الهيرنج باك وي. في عندنا جنب بجانب السيربيلر بلانكت في عندنا كوكليار نيوكلياي الانفورميشن راح تروح هي راح تعطي اكسون توصل ايش لهاي النيوكلياي الترابيزويد النيوكلياي. بعدين الفايبر راح تطلع عن طريق اللاترال على السايد راح تطلع عن طريق اللاترال ليمنسكس. هذول الفايبر تطلع من الترابيزويد
النيوكليار الترابيزويد للبادي بتعمل اللاترال لمنسكس. اذا هذا ايش؟ اللاترال لمنسكس. اذا اللاترال لمنسكس ايش تدخل كثير بس اللاترال لمنسكس هو من تحت الترابيزويد بادي اللي هو بارت من ايش؟ من الهيرنج ذات بين. هذا اللاترال لمنسكس. كنا حكينا قبل هيك عن شو؟ ميديا. الميديا بنعرفها كلياتنا تبعت الجراسي والكيوميال. تمام؟ اللاترال لمنسكس تبدا ايش؟ داخل البورت وهي بارت من الهيرنج ذات بين. دكتور وين تروح على الكورتكس على التمبرال لوب؟ وين البعض اللي في التمبرال قسمة بالأشياء اللي خدناها البيزل أفارك شو دي. تمام؟ هون بهمي أنا تعرف أنه هذول الـ2DI الدوسنس والفيشل تحت الأدوسن تحت كريمينير رقم 6 والفيشل موتور نيوكليوس الساتة الفايبر تغذي المصر ساعة الفيشل إكسبريشن. تمام؟ إيش كمان؟ بداية كيف الترابيزويد بادي واللاترال لمنسكس اللي هو روح لهون هذول الفايبر اللاترال لمنسكس بارت من الهيرنج ذات بين تتكون داخل البورت كمان. تمام؟ على الأبر بارت على الروسترال بارت على الروسترال بارت من البورت عن هذا الروسترال بارت من البورت هذول السبيرو سيربيلر سنتيك موجودين على السايد من البورت نتركت تو أبر النوكلياي خلينا هون هذا هون الأمر بارت. أنا كتبت هذول الصور أفضل. هلا تو هذول الأشياء شفناها هذا الأبدوسنس هذا على اللور بارت. أبدوسنس وإيش شايف؟ فيشل هذا الفورت بيتنكس. تمام؟ هذا إيش؟ البيدلر بارت. هذول النوكلياي هذول الفايبر ترابيزويد بادي. تمام؟ وراح يعطي كونه إيش؟ اللاترال لمنسكس. طيب على الأبر بارت راح نشوف تقريبا التفتة هاي راح تكون موجودة كل ما تشوفوا بس آخر إشي على اللور بارت في عندنا السباينال كنا نحكي عن السباينال النيوكليوس للترايجمينال نيرف صح؟ حكينا السباينال نيوكليوس للترايجمينال نيرف بنشوفه على هذا الموديل شايفين هذا السباينال نيوكليوس شايفين على طول البريست وين تعمل شوف السباينال نيوكليوس هذه ايش حكينا عنها؟ هذا بالاصفر هذا ايش؟ بيرو التمبرتشر من ايش؟ من الفيس تمام؟ في البونز على الاور بارت من البونز راح نشوف الموتور نيوكليوس تاع الترايجمينال بس الموتور نيوكليوس بس موجودة من الأبر بارت من البورس هذه شايفينا هذه واحدة هون واحدة تكون هون واحدة هون تمام إذا هذه على مستوى الأبر بارت من البورس بالإضافة للسنسوري بنصير نشوف إيش الموتور نيوكليوس اللي تراجع من النار طبعا الموتور نيوكليوس مع السنسوري نيوكليوس طبعا هذول كلها تطلع من تراجع من النار هذا إيش تبعت موتور فايبر للمصر تاعت الموتيفيكيشنز ايش كمان ماكسيلاري والديفلوبمنت في مصر بتاعت الابلكيشنز هذول ماكسيلاري واضح اذا على الابر بارت في اضافه بنصير نشوف ايش سنسوري بنصير نشوف الموتور نيوكليس طيب النيجنز صار نيجن الاول شيء عندنا لاترال بروتوكاين سندروم وميديال بروتوكاين سندروم اللاتر شو الاستراكشر اللي ممكن تاثر في اللاتر أول إشي هذا بيجي بس شو منها؟ وهاي الأبدوسنس إذا من فشل النيوكليوس مع النير راح يصير له ممكن يصير ريجن في اللاترال بروتوكاين إيش شو راح يصير فشل؟ فشل إذا صار فشل في ريجن شو بصير فيه؟ ما في فشل إكسبريشن؟ أنا بسوي بالمصر على نفس الصايد إيش كمان عندنا؟ عندنا الموتور النيوكليوس سنسوري والموتور نيوكليوس تقريبا اللي بدو بشكل سنسوري والموتور نيوكليوس تاعت الترايجو من النير السنسوري صار بيهري اللي شو بصير لس ديش بين تمبرتشر على الابسلات الانصايد اذا صار الموتور ترايجو من النير ما يبني بغد المصر تاعت الاستيكيشن باللور دو تمام ممكن يصير هذول فيهم بارا ايش تركتر كان ممكن تأثر
ارض الاسبايل ثلاث تراك الاسبايل ثلاث تراك شو راح يصير فيها لنا؟ بين التمبرشر من وين؟ اي بارت من البدي؟ على كنترول اترول تمام؟ الكون الظالم السيربيلر بذكر برضه راح تتأثر، لذلك تبعات السباينو سيربيلر تراكس اللي بتحمل الانكونشس بروبسبشن للسيربيلر ممكن يصير فيهم ليجن، فبصير ما يدري شو في عنده موتور اتاكسيا، بس وين؟ ابسيلاترال ولا كنترولاترال؟ ابسيلاترال، واضح؟ طيب الميديان دلر سندروم اللي يسموها ميلر كوبلر سندروم رول ستراكشرز تأثر. في عندنا في هون شو في عندنا؟ في البداية بيزا الأمبار شو كيرنا؟ كورتيك الفيدوية كورتيك سباينال تراك شو بصير عندنا كورتيك سباينال تراك بيجي فيهم؟ كورتيك سباينال البيرم فيها ستارتيك فرانيك وين راح يصير؟ على ايش؟ على الكنترول أكتر سايد تمام؟ ايش في عندنا كمان؟ هون النيوكليوس السادي شو بنسميها؟ أبدوسل صار ليجن بالأبدوسل الأبدوسل شو بتغذي؟ الاي لاترال ليكتس مصل لاترال ليكتس مصل بتسحب ايش؟ تعمل ابدكشن ابدكشن بتسحب الاي على الرايت هاي بتسحبه هيك وهاي من هون بتسحبه على السايد للايز. طيب اذا صار في عندنا باراليسيس بالابدكشن معناته الميديا لسه شغاله الميديا ليكتس فراح الاي شو يصير عنده؟ يصير عنده ميديا سيكونت تمام؟ المريض على السايد تلاقي عينه كونها اللاترال ليكتس ما بتشتغل الميديا ليكتس بتشتغل لحالها تمام؟ لأن الميديركس بغضنها النير الثاني تمام؟ فبسحبها بهذا الاتجاه تلاقي المريض عنده سيكونت أو حول تلاقي العيون تاعته تاعت إيش على الميديا تسمي ميديا سيكونت تمام؟ إيش ستركتر؟ الميديا اللي منسكس ممكن تلاقيها الميديا اللي منسكس شو بصير في عندنا؟ الميديا اللي منسكس يعني شو تاعت إيش؟ لست التاكت سكريميناشن أو سنسوري أتاكسيا وين؟ على الكنترول اترسايد تمام؟ بعرفنا معظم اللي بدي اياكم تعرفوه انه كل يعني هي معظم الستركتشر كلياته مره ثانيه يعني بتشوف كيف التراكس يعني كل بارت من السيربيلم شيل مين المين اول شيء الستيرنال فيتشر الستيرنال فيتشر المين نيوكلياي الموجوده بكل بارت للامانه انا بسال عن البرين سيستم ما بسألش على تفاصيل يعني ما بسألش على تخش تفاصيل تمام؟ أنا بدي أعرف كل بارت من البرين ستيم شو هي النيوكلياي موجودة فيه تمام؟ ومعظمها أشياء إذا بتدرس الدراسة الأول هذا أول أول معظمها أشياء يعني تلتين البرين ستيم هاي المعلومات إعادة تمام؟ يعني معظمها إعادة غير إنه كل بارت يجي سبيسيفيك النيوكلياي الكرياتين تمام؟ الليجنز مهمة يعني على اللاترال ولا ميديا الميدلر سندروم شو الستركتشرز اللي ممكن تصير تمام؟ ضروري تكون فاهم تحفظش ضروري تكون فاهم لأنه إذا حفظت مش عارفهم إذا حفظت أنا بصراحة ما بعرفش كثير بالأسئلة عشان أحكي لكم ما بديش ألعب بالأسئلة وأحكي لكم بدي أجيب لكم أسئلة صعبة أسئلة عادية جدا بس إذا حفظت ما بعرف أحفظ إذا حفظت حافظ بكمل إذا جالك كم سؤال من أسئلة صعبة تمام؟ بكون حلو بس لا تحفظ لأنه الليجنز والأشياء لازم تكون فاهم وأشياء مش صعبة إذا درست في الأول ستيب باي ستيب أشياء مش صعبة بصراحة الليجنز شو الأشياء اللي تظهر الأسئلة أنا بحكي لكم الأسئلة عادية جدا تمام؟ الأسئلة راح تشوفوها عادية جدا بس لازم تكون إيش؟ ماخذ البيسك أنا هذا أهم شيء تطلع بالبيسك تمام؟ كيف الكورتكس شفنا يعني إحنا أول بأول صرنا نفهم كيف الكورتكس مربوط بالبيزل جانجليا كيف الكورتكس مربوط بالسيربيلوم شو بتعمل البيزل جانجليا شو بتعمل الكورتكس بعد ما السيجنال تظبط عن طريق البيزل جانجليا والكورتكس الموتور كورتكس ببعد إيش السيجنال الموتور أوتبوت عن طريق إيش الكورتكس فاينل الكورتكس فاينل لما تصل البيراميد تعمل البيراميد بالمدلة عندنا ديكستيشن الموتور ديكستيشن عشان هيك نجي نحكي إنه إيش لو شو ده علاقة السيربيلوم السيربيلوم بسيط إيش كيف تعمل coordination للموفمنت سيربيلوم بسيط إيش information تجيب جهة الموتور بلان وجهة نفس الوقت إيش معلومات إيش عن البروبيوسيبت البروبيوسيبت information وجهة information عن البوزيشن تاع الهيد من اللي هنا تمام فأي error بالموتور بلان تقارن الintended مع الactual بلان اللي جايكم الintended بلان مع الactual بلان فبعمل corrections للبلان تمام
كيف الكونكشن تاعه مع الكورتكس، كورتيكو بونتو سيربيلا بات وي، تمام؟ عشان هيك السيربيلا تكون الفايبر تعمل كروس، السيربيلا تكونترول ايش؟ الاتسلاتال سايد بالبادي. ليش؟ لانه الفايبر لما تنزل بالاخر من الكورتكس رح تعمل كروس، عشان هيك البيتا بانك السيربيلا بتاثر على نفس السايد بالبادي. اي ليجنس عند البيتا بانك ميديا لا، تمام؟ الواحد من الاسئله اللي سالته كذا كان سؤال سخيف جدا عن البيتا بانك يعني عن الكوري وكذا، بس كان في سؤال انه واحد صار معاه بالرايت، فكانت الانسر تركي ليفت ولا رايت. اللي تعرف البيتا بانكيريا مانيفستيشن للديسوردر بيكون على الاوبوزيت سايد، بينما السيربيلم على نفس السايد، تمام؟ كلياتهم هي ستور، كلياتهم على بعض. انا بدي اشرح لك حتى تكون افهم، بس ما ناقصه الاسئله عديده جدا. انا بدي اعرف هاي الستور بشكل عام، تشرح لي اسئله والله هاي البات وي اجت من هون ومن هون، اسئله عن البات وي فيرست موتر نيورون سكند موتر كيف كل بات وي، افضل هاي الاشياء بسيطه، تمام؟ يعطيكم العافيه وحاضر بكره.